حينما نتحدث عن الجيش المصري فإننا لا نتحدث عن أكبر وأقوى جيش في المنطقة فحسب، ولكننا نتحدث عن أكثر جيوش المنطقة تعرضاً للحروب النفسية من قبل دول ومنظمات بتحترف مهنة الإعلام الشامل وتشكيل وعي مئات الملايين من البشر بما يجعلهم تروس في أجندة هذه الدول والمنظمات من دون أن يشعروا. ولعلك كمصري أو عربي تسمعني الآن تستطيع أن تتذكر ما كانت تروج له هذه الدول والمنظمات. الجيش المصري لا يصنع سلاحه، الجيش المصري لا يمتلك التكنولوجيا، وهكذا. حتى فاجأ الجيش المصري الجميع وأعلن عن امتلاكه لأساطيل من الدرونز القتالية بإنتاج كوادر وعقول مصرية 100%، لدرجة أن الصحف الغربية قالتها صراحة الجيش المصري متفوق على التركي والإسرائيلي في امتلاكه لأساطيل الدرونز، ما أثار دهشة الجميع. كيف تم بناء هذه الأساطيل التي لم يعلن عنها إلا في آخر نسخة من معرض إيدكس؟ الجيش المصري حتى وقتها لم يكن يعلن أن لديه برامج لصناعة الدرونز، وانخرط في المشروع بصمت وإصرار كبير. والآن يأتي الدور على ضربة أخرى يسددها الجيش المصري للتكتل المعادي، ضربة تتعدى الخطوط الحمراء اللي كانت مفروضة علينا لعقود طويلة. الآن الجيش المصري يبدأ تصنيع المقاتلات الحربية مع أكبر الشركات في العالم. فما حقيقة هذا الأمر؟ وهل تصنيع الجيش المصري لهذه المقاتلات إعلان صريح عن وجود مخططات أخرى للتصنيع العسكري وامتلاك التكنولوجيا العسكرية؟ كيف ستصنع مصر مقاتلتها؟ وهل ستقوم بتوطين أسرار التكنولوجيا العسكرية في مصانعها الحربية؟ كل ده وأكتر اللي هنعرفه في حلقة النهار. قبل أيام وقعت الهيئة العربية للتصنيع في مصر اتفاقية تعاون مع شركة الصناعات الفضائية الكورية لنقل تكنولوجيا تصنيع المقاتلات الكورية المعروفة باسم النسر الذهبي طراز T50 وFA50 لتصنيعها في مصر وبكوادر مصرية. المقاتلة الكورية هي مقاتلة تدريب قتالي متقدم ومقاتلة هجوم أرضي خفيفة، لكنها من بين الأحدث والأقوى في العالم من هذا الطراز، وبعد ثواني هنعرف قدرات القتالية دي. بس خليني هنا أقولك الأول إن العقد الموقع بيسمح لمصر إنها بتصنع المقاتلة دي وبعدين تقدر تصدرها لأي دولة تانية. يعني ببساطة مصر هتبقى مركز تصنيع وتصدير المقاتلة دي للدول الإفريقية والشرق أوسطية. ولما تيجي تتأمل الموضوع برمته هتلاقي إن المقاتلة دي بتحتاجها الدول الخليجية وخاصة العراق في تدريب الطيارين، وكمان عشرات الدول الإفريقية، لأن المقاتلة دي سعرها معقول قصاد إمكانياتها العالية اللي بتتناسب مع قدرات وظروف الجيوش دي. طيب تعالوا نبص مع بعض على القدرات القتالية للمقاتلة. تكنولوجيا المقاتلة دي أساسها أمريكي وجاية من شركة لوكهيد مارتن، الشركة المصنعة لمقاتلات الF-16. مبدئيا كده في خطأ شائع وقع فيه الكثير، إن المقاتلة الكورية اللي بنتكلم عليها هي عبارة عن طرازين وليس طراز واحد، طراز للتدريب وده اسمه T-50، وطراز آخر للقتال وده اسمه FA-50. سرعتها 1.5 ماخ، ودي سرعة كبيرة جدا قياسا على مهام المقاتلة. حمولتها التسليحية بتوصل 4.5 طن، ودي نصف حمولة مقاتلة الرافال. كمان المقاتلة مزودة بحزمة تسليحية معتبرة، عندك صواريخ سايد ويندر للقتال الجوي التلاحمي، وصواريخ مافريك التكتيكية لتدمير الأهداف الأرضية، ومجموعة من القنابل الموجهة من عائلة GBU-38 وGBU-105، والقنابل متعددة الأغراض من عائلة MK-82، ده غير القنابل العنقودية. أما قمرة القيادة فهي مزودة بنظام تعريف العدو من الصديق لجعل المقاتلة الكورية أكثر اندماجاً مع أسراب المقاتلات المصرية الأخرى، وده غير أنظمة الرادار المخصصة لتشغيل حزمة الأسلحة. أما النقطة الأهم فتكمن في امتلاك المقاتلة لنظام نقل البيانات لنقل كل ما تنخرط فيه المقاتلة من مشاهد وقتال ومعلومات
للمقاتلات المصرية الأخرى ومراكز القيادة والسيطرة والتحكم، سواء المراكز الجوية أو الأرضية. مقاتلة معتبرة وتصميمها مقارب للإف 16. تخيل مصر تكون مركز تصنيع وتصدير للمقاتلة دي للجيوش اللي بتتهافت عليها من أول بولندا لحد الخليج وإفريقيا والأرجنتين. تخيل برضو إن مع كل اتفاق تصنيع مصر بتشترط نقل تكنولوجيا التصنيع، بحيث الكادر كله يبقى مصر، من أول تصنيع دبابات القتال الرئيسية زي دبابات الإبرامز أو الكي 2 بلاك بانثر، أو مدافع الهاوتزر كي 9، وصولا لمقاتلات القتال الخفيف والتدريب المتقدم FA-50. وعشان نستوعب أكتر اللي بيتم، لازم تاخد بالك من حقيقة تاريخية. الأولى إن الغرب صاحب التكنولوجيا العسكرية الأكثر تقدماً دايماً بيخاف من وضعها أو تقديمها قدام العقل المصري. ليه؟ مصر هزمت إسرائيل بسلاح أقل كفاءة وقدرة. عارف ده معناه إيه؟ معناه إن روح الابتكار العسكري جزء أصيل في الشخصية المصرية. وبيوضح المعادلة دي، سلاح أقل كفاءة في إيد الجندي المصري بيساوي ابتكار عسكري بيؤدي لثورة في العلوم العسكرية زي حرب أكتوبر. فما بالك بسلاح متقدم في إيد الجندي المصري؟ إيه النتيجة؟ حتماً هيستخدموا الاستخدام الأمثل بشكل يميزه عن أي جيش آخر في العالم، وطبعاً لا محالة هيقوم بتطويره وفقاً لمتطلبات الجيش المصري تكتيكياً واستراتيجياً. ولهذا السبب بيتحفظ الغرب، بل وبيتخوف من امتلاك مصر للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، لدرجة إنهم كانوا بيزودوا تركيا وإسرائيل بنوع معين من الصواريخ اللي بتشتغل على مقاتلات الاف 16، وهي صواريخ الإمرام للقتال خلف مدى الرؤية، وبيمنعوها عن مصر مخافة من الجيش المصري. طيب إيه اللي جد مؤخرا؟ هل الغرب تراجع؟ بالطبع لا. هل الغرب غير رأيه؟ أكيد لا. إنما ببساطة في نظام عالمي جديد بيتشكل، نظام متعدد الأقطاب، ومصر عندها منظومة وعي جبارة تجاه التحولات الاستراتيجية العالمية، وشايفة مسار التحول رايح لفين، وبناء عليه بتحوز مقدرات القوة الشاملة بجرأة وجسارة علشان تعزز موقعها كقطب إقليمي في حد ذاته، تنجذب إليه السياسة الإقليمية والدولية لأنها الدولة الوحيدة اللي بتجمع عبقرية الجغرافيا وعبقرية العقل البشري، وده أعتى من سلاح النفط كمحدد للعلاقات الدولية. حفظ الله مصر وأعلى من شأنها وجعلها كما تستحق، أمة عظمى بين الأمم.